برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان البيئة المدرسية في المدارس المسيحية علم ورسالة. وقد استضاف البرنامج الدكتور نبيل خرمان الأمين العام للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن، وقد تركز الحديث حول دور البيئة المدرسية في نجاح المسيرة التعليمية مع ضرورة التركيز على نشر رسالة المحبة واحترام الآخر بين الطلاب. فعندما تقوم المدرسة بدورها المنوط بها فإن ذلك سينعكس جليا في شخصية الطالب والمجتمع. فإلى هناك دكتور نبيل، أنت بخبرتك يعني وخاصة بتخصصك كمان أنت بالعلوم التربوية، هل كيف ترى أنه البيئة التعليمية مهمة كتير لنشأة الطالب؟ البيئة التعليمية اللي بتكون فيها المدرسة والطالب اللي بيعيش، لأنه فترة طويلة بيعيش من حياته يعني في المدرسة، يعني من الساعة 8 للساعة 2، وأيضاً في هناك النشاطات اللامنهجية بعد صحيح. المدرسة، فبيقضي وقت كتير طويل في المدرسة. كيف ترى أهمية البيئة التعليمية المناسبة للطالب عشان يطلع الطالب يعني ماخذ التعليم اللي مخرجاته بتكون إيجابية وضمن المخطط اللي بنحط له وزارة التربية والتعليم أو مخطط رسالة التعليم ككل؟ هلا اهم شيء احنا في مدارسنا الامانه اللي بقدر انا احكي عليها، نعم. يعني عنواننا الرئيسي الله محبه، نعم. فاحنا بنعلم طلابنا كلياتهم من لما ينضموا لنا بسن الاربع سنين بالكي جي 1 بالروضه صف البستان، انه دائما في محبه، دائما في تعامل مع الاخر، دائما لازم تعامل مع بعض. فنشأت الاطفال عنا على المحبه بين بعض، ودائما مخافة ربنا بين عينيهم سواء هم أو المعلمين أو الإداريين، بتوقع هاي كانت أو لا تزال وهي الأساس، أهم نقطة بنشأة أطفالنا في مدارسنا. نعم. وطبعا مدارسنا احنا بنحكي مدارس الأمان المسيحية، وفعلا هي مدارس مسيحية، ولكن مدارسنا كطلاب مسيحيين بعض المدارس لا تتعدى 20-25% من الطلاب المسيحيين. نعم. فعدد الطلاب الموجود معنا بالنوعية وبالاختلاف كلهم عم بنشئوا مع بعض، بنشئوا قاعدين بنفس الروح. نعم. فهذا القاعد عم بيعمل مدارسنا مدارس جدا قوية مرغوبة جدا، عليها طلب، عليها دائما waiting list بالتسجيل، لأنه عارفين شو نوعية البيئة اللي مننقي فيها طلابنا زائد معلمينا. هلا إذا نيجي نحكي على موضوع الجيل، الجيل كتير اختلف، يعني بخبرة 28 سنة الماضيات كتير اختلفت عنا بعد، بالذات بعد كورونا وما قبل كورونا بالتكنولوجيا اختلف الموضوع. نعم. كتير مع تربية الأطفال، يمكن الأهالي بطلوا زي زمان، صار الوالد والوالدة اثنين بيشتغلوا. نعم. بطلت الوالدة تقعد في البيت تستنى الأولاد يجوا تغديهم وتقعد تدرس فيهم، يمكن التنين بيرجعوا على البيت الساعة 8. نعم. يمكن الأولاد بيكونوا عند التيتة أو عند الجارة أو عند العمة أو الخالة. نعم. أو يمكن فيش حدا معهم في البيت. نعم. التكنولوجيا زي ما تفضلت قبل شوي هي سلاح ذو حدين. نعم. فالتكنولوجيا إما بتاخدنا لفوق أو للأسف قاعد عم تنزلنا يعني. نعم. للأسفل، لأنه. نعم. وضع التكنولوجيا إذا ما استعملناها صح بتقلب علينا. أنت كموجه وتربوي وأيضا معلم، يعني فرسالة بدي توجهها عبر النورسات للطلاب، للأهالي، للمعلمين، وأيضا كمان أنك هاي الرسالة اللي بتحملها كأمين عام هلا بمهمتك الجديدة. الصراحة الرسالة للمعلمين ولأولياء الأمور. نعم. يا ريت كل ولي أمر مسيحي يشجع أولاده أنه يروح على الكنيسة كل أحد. حلو. أنه يخدمه بالكنيسة. لما الطالب بركع أمام الهيكل وبخدم الكنيسة وبخدم الرب بيقدر يتعود انه يخدم الانسان. نعم. في حال ما عم بروح على الكنيسة وما بقرأ بالكنيسة وما بيشارك، الطالب عم بنطوي على نفسه مع التكنولوجيا ومع الباد ومع التليفون. صح. فياريت الاهل المعلمين يعني الاهل في البيت يراقبوا اولادهم. نعم.
يراقبوا كل الشاشات اللي قاعدين عم بيستعملوها وكل التكنولوجيا وكل السوشيال ميديا اللي قاعدين عم بتعاملوا فيها أبنائهم يراقبوها مزبوط. المعلمين يراقبوا الطلاب يشجعوهم أكثر على القراءة وعلى البحث بمواضيع معينة وخاصة تكون مواضيع دينية. أما مش فقط نعطيهم المنهاج يحفظوا وما يبحثوا فيه أو ما يتنوروا أكثر وخاصة في الإنجيل المقدس. والأهل نفس الشيء ما نترك إنه لا الكنيسة منفوتة فقط للأعياد. لا لازم يدخلوا كل المناسبات ونستغل الصيام اللي هو بكرة أول يوم عندنا هون في الأردن. وكل عام والجميع بخير وإن شاء الله يكون الصيام على الجميع للخير ولنقاوة النفوس والعقل والجسد من الجنك فود خلينا نسميه كلياته. فياريت نشجعهم على الصيام وعلى مبدأ الإماتة. لما كنا وإحنا وصغار ناخد معنا دفتر ونقول بديش أكل يوم شوكولاتة أسجل إماتي، بديش اليوم أضرب صاحبي بأخذ إماتي. يعني فياريت نرجع الشغلات البسيطة هي بقول اللي ربط هذا الجيل القديم. أما الشغلات اللي هي هلا حاليا عادين عم ننساها، الطفل ما عم بيستمتع فيها وعم بيكبر فقط مع التكنولوجيا.